صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. كان المشركون ينالون من رسول الله ان كانوا يتكلموا عليه بكلام غير صالح، فالله تعالى يوحي الى النبي بما قالوا، فقال بعضهم لبعض: اسروا قولكم كي لا يسمع رب محمد، أسروا قولكم كي لا يسمع رب محمد. فظنوا إذا كان الحق بالسر الله لا يسمعهم، فأنزل الله هذه الآية: وأسروا قولكم، وهذا أمر عام، أسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. الإنسان يخاف دائما ممن عنده قوة وسطوة، يخاف منه. أما العبد المؤمن لا يخاف من الله سبحانه، مخافة الرعب ومخافة السطوة المؤمن لا يخاف من الله. المؤمن يستبشر دائما برضوان الله. فإذا كان المؤمن تكلم بكلام أو نظر إلى نظر أو خطر بباله خاطر، فليعلم أن الله يعلم ذلك. ومعنى علم الله أن الله سيحاسبك على ما تكلمت، إن كان كلامك حقاً أجرت به المغفرة والرحمة، وإن كان في كلامك شكا أو ضررا أو أذى عوقبت به، والعقاب بزيادة السيئات وقلة الحسنات، أو يعاقب بحرمان الرؤية لله سبحانه وحرمان النظر والمجالسة لرسول الله. فسواء أسريت، حكيت بالسر نية أو أعلنت بها، فالله بها عليم. بل أبلغ من ذلك جل جلال الله، علمنا أنه جل وعلا يعلم السر وأخفى السر اللي أنت هلأ كاتمه في قلبك. بدك تروح للبيت، بدك تعمل كذا، بدك تساوي كذا، بدك، هذا السر الله يعلمه. والأخفى اللي بعد جمعة بدك تنويه، بعد جمعة بده يخطر ببالك بدك تنويه، الله يعلمه من الآن. فجل جلال الله لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وإذا المسلم قرأ جل جلال الله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر،
انتبهوا، قال وما تسقط من ورقة، دقة القرآن كم شجرة فيه بالعالم، سواء في الشرق أو في الغرب أو في كم شجرة، وكم شجرة بتسقط الورق، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ليش سقطت؟ لأنه انتهى أجلها، بده يطلع ولا بدالها ورقة جديدة، حياة جديدة. فالله علم أن هذه قضي أجلها والثانية بدأ أجلها، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض. هاي شيء معجزة، حبة، شو الحب؟ قديش في عندنا حبوب؟ نبدأ بحبة القمح والشعير والذرة، في حبة البركة، في سمسم، في كرسنة، في حبوب. وما تسقط من ورقة إلا يعلم، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس، شملت كل الكون. الرطب ما فيه مي لكن فيه رطوبة، واليابس اللي ما فيه ماء. فالله يعلم إذن كل ذرة في هذا الكون، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فأسروا قولكم، حبيت تحكي على مهلة أو اجهروا به، عند الله واحد، لا خلاف بين هذا وبين هذا. أنا اليوم مرت معي كلمتين لا إله إلا الله، كتبت هون، ودول إيه من سر الآية، انكشاف سرك بين يديه، انكشاف سرك بين يديه كانكشاف الشمس بين يديك. انكشاف السر يلي انت مخبيه، انكشاف السر بين يديه كانكشاف الشمس بين يديك، مخبي عنا، هكذا لا تغيب أسرارك عنه. وكتم سرك بين يديه، السر اللي انت مخبيه ما بدك حدا يطلع عليه ولا بدك حدا يحس فيه، وكتم سرك بين يديه كظهور الدراهم بين يديك. اذا كان حاطط المصاري بايدك تخفى عليك، تعرف بايدك في ليرات او في تنك او في كذا، الله أكبر. وكتم سرك بين يديه كظهور الدراهم بين يديك. إذن الله لا يخفى عليه شيء، فإن ظننت أن الله يخفى عليه شيء فمعنى ذلك أن إيمانك إيمانا ضعيفا، أنت في مرض إيماني. مرض الإيمان مرض، ومرض الجسد مرض. الجسد بإبره بدواء بحبة بيمشي حاله، أما مرض الإيمان يعني في قلوبهم. الله ما ذكر مرض الجسد، الله ذكر مرض القلوب، في قلوبهم مرض. مرض القلب أن لا ترضى عن الله، هذا المرض. مرض القلب أن لا تتوكل على الله. مرض القلب أن يشغل قلبك عن الله بغير الله، هذا المرض. مشغول بالله ولا بغير الله؟ فإذا مشغول بغير الله فأنت مريض القلب. ولكل مرض دواء،
ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. أمراض الأجساد علمها الأطباء، أمراض الأخلاق علمها الأدباء، أمراض الاجتماعية علمها علماء الاجتماع، أمراض القلب علمها العارفون بالله. هالمرض شو دواء؟ ما تظن كل الأدوية سوا، جيتكن على الجامع جيت مرضى إلى طبيب يرى ما فيك من انشغال القلب عن الله فيذكرك، ويرى ما في قلبك من انطماص البصيرة عن رؤية الله إليك، إلى أن يفتح لك بصيرتك فتشهد أن الله معك على كل حال. هي أمراض القلوب لا يعلمها الناس ولا كثير من الناس، خص الله بها الأنبياء ومن تبعهم. فما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام طبيب للقلوب إلا رسول الله. بعد رسول الله كان سيدنا أبو بكر الصديق، وبعده حتى وصل إلينا. فإذا أسروا قولكم يا مسلمين أو اجهروا به، إنه جل جلاله عليم بذات الصدور. ذات الصدور يعني ما في قلبك، الله عليم به. شو عم توسوش في صدرك؟ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أقرب إليك من حياتك، أقرب إليك من روحك، هو أقرب. اقرأ الآية وانتبه، الله عز وجل ينبهك في هذه الآيات يا جل جلال الله. فلو المسلم قرأ الآية القرآنية وأسروا قولكم لكان دائما في مراقبة لله، وأن الله سميع لقوله، عليم بعمله، خبير بنيته. الله سميع لقولك، عليم بعملك، خبير بسرك بنيتك. خبير، ولا تظن معنى كلمة خبير يعني بيعرف. الخبير هو الذي يعلم دقائق الأمور وأسرار الأمور، فجل جلال الله. لذلك ممكن واحد يحدث نفسه، فالنبي عليه الصلاة والسلام خفف عليكم حتى ما الإنسان كتير تضايق، قال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها، إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا. لا تؤاخذ إلا إذا حكيت، حاطي بسرك شيء فشيته، قول لأخي والله مثل الجمرة حرقت بدها تطلع. هاي الكلمة اللي طلعت هي ما لم يتكلم أو يعمل. إذا عملت بما خطر ببالك كتب عليك الإثم. واحد خطر بباله هلا هو قاعد بالدرس، إذا الله عز وجل أحياني ورجعت إلى البيت والله لا أقبلن بين عيني أمي، خطر ببالك
وانت في الجامع، هاي نية كتبت. إذا رحت للبيت وقبلت بين عيني أمك كان سترا لك من نار جهنم يوم القيامة. الله حط لك حجاز بينك وبين جهنم، وكتبت عند الله بابا. وإذا راح للبيت وانشغل ما نفذ لم يكتب له شيء. فإذا هي من النبي عليه الصلاة والسلام تخفيف عليك حتى ما تكون دائما في ضيق، إن الله يعلم ما بتحسن متكتف، ما بيحسن يعمل خطيئة ويروح أو يجي. يقول لك لا يا أبي، أنت حر في الحياة ومطلق في الحياة، لكن راقب أن تكون نيتك دائما النية الصالحة، دائما النية الصالحة، وانوي أكثر ما تعمل. المؤمن هاي صفته، المؤمن هو الذي ينوي أكثر مما يعمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نية المؤمن خير من عمله، ونية الفاسق شر من عمله. فإذا نيتك أفضل من عملك انوي أي خطوة بدك تخطيها، انوي يكتب لك بها الأجر، يؤتى بعباد يوم القيامة ما عملوا عملا صالحا يدخلون أعالي الجنة. أهل الجنة يقول: يا ربي ما عملوا هؤلاء، ما عملوا وصلوا لوين فوق؟ قال: بلغوا ذلك بنيتهم. بلغ أعلى مقامات الجنة بنيته اللي كان يعملها ينويها ولو ما عمل. فصلى الله عليك يا رسول الله. لذلك قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: إذا هم عبدي بسيئة، إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه. الله يخاطب الملائكة الكرام الكاتبين: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة. وإذا هم بحسنة فلم يعملها، هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة. فإن عملها فاكتبوها عشرة. رواه البخاري ومسلم. أقول لكم الحديث: إذا هم عبدي بسيئة، هذا الحديث يقال له حديث قدسي عن الله عز وجل. إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة. واحد. وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة. نوى زاد فأتى على البيت وشاف جاره يسلم على جاره، نية هي، السلام عليكم يا جار، فاكتبوها حسنة. فإن عملها فاكتبوها عشر حسنات. الله أكبر. إذن فضل الله فضل واسع. كثير من الناس يظن
أن المسلم ما لازم يصير معه وسواس، خاصة المنتسبين للطريق كقاضي أو رفاعي أو نقشبندي، بظن أن الذاكر لا يوسوس. ما خلا قلب مؤمن من وسوسة، ما خلا، مهما كان المؤمن لا بد من وسوسته. أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أتجا ناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. ما بيحسن يحكي، لا شيء صعب. قال صلى الله عليه وسلم: وقد وجدتموه؟ صار معكم هالوسواس؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان. يا سبحان الله، هذا الإيمان كامل؟ نعم. شلون عم يوسوس؟ قال له: يا رسول الله، عم يجي ببالي مين خلق السماوات؟ الله. مين خلق الأرض؟ الله. مين خلق الجبال؟ الله. مين خلق الله؟ ما عم يحسن يحكي الصحابي. قال له: وجدت ذلك؟ قال له: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. حتى تتمكن المعنى فيكم، أتى يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا، أتى يهودي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، إنك تقول أن دينك خير الأديان وأن شرعك هو خير الشرع. فقال النبي: نعم. قال: فما بال أصحابك إذا وقفوا في صلاتهم وسوست نفوسهم؟ ونحن إذا وقفنا في صلاتنا لا نوسوس، فمعناته مين اللي دينه أحسن؟ فالنبي التفت إلى سيدنا أبو بكر، قال له: أجبه يا أبا بكر. هذا إذا واحد عامي جاي عم يطلب دكتوراه، نقول له: لعمي جاوبه. هذا مو أهل أنه جاوبه النبي عليه الصلاة والسلام، جاوبه يا أبو بكر. سيدنا أبو بكر رجعته، قال له: عندنا بيتين، بيت ممتلئ من الدراهم والجواهر واللآلئ، كل شيء موجود فيه، وبيت فارغ لا شيء فيه، فبأيهما يطمع اللص؟ الله يرضى عن سيدنا أبو بكر، بأيهما يطمع اللص؟ قالوا: بالبيت الممتلئ. قالوا: هكذا لما ملئت قلوبنا بالله طمع فيها الشيطان، ولما فرغت قلوبهم من الله فر منها الشيطان. شو بدي أعمل فيها؟ الفاضي كلياته كله ظلام، شو بدي أعمل فيها؟ خلي أهلنا لآخذها لجهنم. فإذا لا تتضايق من الوسوسة، لكن بقول لك أن هالوسوسة سبب من أسباب انشغال قلبك عن الله. تتوسوس معلش، لكن ممكن نخلص منها، ممكن تخلص منها. شلون؟ قبل ما تذكر الله عز وجل: لقد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. حط لك الشر، توب إلى الله واذكر الله، ما بقى في وسواس. أنا متى ما تاب طهر القلب، ومتى ما ذكر الله حضر مع الله، فقلب مع الله حاضر.
وعقل يفكر بالقرآن، يقرأ القرآن ويفكر، ولسان يتلو، لسان يتلو وعقل يفكر وقلب مع الله حاضر، لم تجي الوسوسة؟ فهذا ترجع إلى فالله عز وجل يتقبل منا ومنكم. أختصركم الدرس أنه والله الحمد لله ما أنه كنت منهار أنشط من هيك، أسأل الله الله عز وجل يتمم فضله علي وعليكم. في الخبر ورد في الخبر إن الله تعالى يقول يوم القيامة، هذا يعني نادر الحديث، يقول الله إن الله تعالى يقول يوم القيامة هذا يوم تبلى فيه السرائر وتخرج الضمائر، اللي ضامر بقلبك كله بده يطلع، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، هذا يوم تبلى فيه السرائر وتخرج فيه الضمائر، وإن كتابي ملائكة اللي كتبوا عليكم، وإن كتابي حطوا له شدة مشان ما تنرى كتابي، وإن كتابي لم يكتبوا إلا ما ظهر من أعمالكم. وإن كتابي لم يكتبوا إلا ما ظهر من أعمالكم وأنا المطلع على ما لم يطلع عليه، جل جلاله الله، وأنا المطلع على ما لم يطلعوا عليه ولم يخبروه، الملائكة ما عنده خبر فيه ولا كتبوه، فأنا أخبركم بذلك وأحاسبكم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. فأنا أخبركم بذلك وأحاسبكم عليه فأغفر لمن أشاء وأعذب من أشاء، فيغفر للمؤمنين ويعذب الكافرين. الله أكبر. في أمور ورد في بعض الأخبار تصعد الملائكة إلى الله فتقول يا رب ماذا نكتب على عبدك هذا، لا نرى إلا نورا ساطعا صاعدا ونورا هابطا، فماذا نكتب على عبدي، على العرش شو بدنا نكتب، نور طالع ونور نازل، شو نكتب عليه؟ فيقول الله تعالى اكتبوا ما رأيتم وحسابه عليه. ذاكر الله عم يطلع اسم الله، مراقب الله، عم تهبط أنوار المراقبة، فحاضر مع الله في كل حال. ذلك احفظوا اليوم هالكلمة هي، وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه مين؟ الله. إنه عليم بذات الصدور. إذا كان عليم بذات الصدور منكمل الآية الدرس الثاني إذا الله أحيانا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إن شاء الله الدرس الجاي ربي عز وجل بحينا، يعني ببركة الدعاء كن أنا بتكلم، وإن كان يعني
الله يجزيهم خير عني الأطباء، يعني ممنوع من الكلام، لكن والله ما عندي استعداد إنه أقعد بلا. ببركتكم بتكلم إن شاء الله، ربي بينفعني وإياكم. ولا تنسوا انكشاف سرك. مين كتبها؟ مين كتبها؟ انكشاف سرك بين يديه كانكشاف الشمس بين يديك. تنكشف الشمس بتتخبى، وكتم سرك بين يديه اللي انت عم تخبيه عنه كظهور الدراهم بين يديك. بتختلف انه هي فرنك وهي نص ليره وهي ربع ليره. الله يوفقنا نراقب الله في كل حال، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.